بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم، تركب وراءه وتعتمر من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كما سمعته من عمرو. فالتنعيم هو أقرب حل من مكة، فإذا أحرم من التنعيم صحت عمرته، والعمرة وقتها طول العام. وأما الحج فأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه رضي الله عنهم بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. والنبي كان قارناً أحرم بالحج والعمرة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار قارناً مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معه الهدي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت يعني ويسعوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فمن كان مفرداً أو قارناً ولم يسق الهدي يتحلل، يطوف ويسعى ويقصر، تكون له عمرة ويحرم بالحج يوم التروية وعليه الهدي. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني نتحلل، ما بقي إلا أيام قلائل، يعني أحبوا أن يبقوا على الإحرام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامهم هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي لو علمت أن التمتع أفضل ما أهديت، ولكن قد أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها، يعني أدت جميع المناسك غير أنها لم تطب بالبيت لأنها حاضت. قال: فلما طهرت وطافت طواف، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، وهو أقرب الحل، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه لقي النبي
صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، أي جبلة العقبة، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. يعني التمتع، الذي لم يسق الهدي يتمتع، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحل، ثم يحرم بالحج يوم التروية، ويلزمه هدي التمتع، فإذا لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. باب الاعتمار بعد الهدي، بعد الحج بغير هدي. الذي اعتمر بعد الحج لا يلزمه هدي. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. خرجوا من المدينة 25 ذي القعدة، ووصلوا مكة يوم 4 من ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة. عائشة أم المؤمنين رحمها الله رضي الله عنها أهلت بعمرة، فحلت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة، يعني ليلة 14 بعدما رموا الجمار يوم 13، نزلوا الأبطح، وفي تلك الليلة أرسل معي عبد الرحمن أخوها رضي الله عنه إلى التنعيم، فأردفها، أي أركبها وراءه، فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. يعني العمرة بعد الحج لا يلزم فيه الهدي، وإنما الهدي على من تمتع، أحرم بالعمرة وتحلل ثم حج، وأما من أحرم بعمرة بعد الحج فليس عليه هدي. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ يعني إذا اعتمر بعد الحج وطاف طواف العمرة وسعى ثم سافر، يكفيه طوافه وسعيه للعمرة، يكفيه من طواف الوداع، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اعتمرت وخرجت إلى المدينة رضي الله عنها، فطوافها للعمرة كفى عن طواف الوداع. حدثنا أبو نعيم، حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف وهو وادي فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه رضي الله عنهم ذوي قوة الهدي، كان معهم الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي، يعني حائض. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصب عن يوم 13 بعد رمي الجمار، فدعا عبد الرحمن رضي الله عنه فقال: أخرج بأختك من الحرم،
فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل بالناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. فعائشة أم المؤمنين طافت للعمرة وسعت، كفاها عن طواف الوداع لأنها ارتحلت فور ذلك. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم، حدثنا همام، حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعني عن أبيه، حدثني صفوان ابن من؟ نعم، في هذه النسخة باب أجر العمرة على قدر النصب، يعني ثواب العمرة على قدر التعب، فمن أحرم من الميقات أفضل من الذي أحرم من التنعيم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، أي الحج والعمرة، وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرتي فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، لكن الأجر على قدر التعب. عمرة التنعيم أقل من العمرة التي من الميقات، الأجر على قدر التعب. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم، حدثنا همام، حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان ابن من؟ ابن يعلى، حدثني صفوان ابن يعلى عن أمية، نعم، يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، يعني أثر الطيب، أو قال صفرة لونه أصفر، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنزل الله الوحي، فستر بثوب، ووددت، أي أحببت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر رضي الله عنه: تعالى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه غطيط، يعني له صوت كصوت النائم، وأحسبه قال: كغطيط البكر، يعني الفحل من الإبل. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة. الجبة اخلعها، لأن المحرم لا يلبس الجبة ولا القميص. واغسل أثر الخلوق عنك، أغسل أثر الطيب عنك، لأن الطيب من محظورات الإحرام. وأنقي الصفرة، أي أذهب الصفرة التي لون الطيب، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فأمره أن يخلع الجبة، وأمره أن يغسل الطيب ويزيل أثر الطيب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن، أي صغير شاب، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت
أو يأتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. هكذا ظن عروة. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كلا، أي ليس كما قلت، بل السعي ركن في الحج والعمرة. لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. فأما الآية أن يطوف بهما ليس في لا، فدل على أن السعي ركن في الحج والعمرة. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار رضي الله عنهم، كانوا يعني قبل الإسلام يهلون لمنات صنم، وكانت مناه حذو قديد اسم مكان، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة يعني في الجاهلية. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانوا في الجاهلية لا يفعلون، ولكن الله شرع السعي بين الصفا والمروة لمن حج أو اعتمر. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. الذي ما طاف بين الصفا والمروة لا تتم عمرته ولا يتم حجه، فلا بد من السعي بين الصفا والمروة. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو الجهاد في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. إذا ارتفع مكان مرتفع من الأرض يكبر 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون، تائبون يعني إلى الله، عابدون لله، ساجدون لربنا، حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كان يقول هذا إذا رجع من غزو أو من حج أو من عمرة، يكبر الله ويوحد الله ويدعو بهذا الدعاء. فينبغي لمن رجع من سفره أن يدعو بهذا الدعاء خالصا لوجه الله تعالى. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء رحمه الله عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، الذين لم يهدوا سوق الهدي، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، الذين لم يسوقوا الهدي ثم يحرموا بالحج يوم التروية ويلزمهم الهدي، ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: بشروا خديجة أم المؤمنين ببيت من الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه، لا صياح فيه، ولا نصب ولا تعب، رضي الله عنها. في أول من أسلم من النساء
حينما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعانه وقام معه رضي الله تعالى عنها، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته يجامع امرأته وهو لم يسعى؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر، وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. المعتمر يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يحل، لا يجوز أن يقرب أهله وهو لم يسعى، لا بد أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ويقصر، ثم إذا أراد أن يأتي أهله فلا بأس، أما قبل السعي لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، أي منيخ الراحلة، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طب بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، لأن أبو موسى لم يسق الهدي فأمره أن يقصر ويحل، ثم أتيت امرأة من قيس فقلت ففلت رأسي، أي نظفت رأسي لعلها من المحارم، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدث أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مر بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، يعني النحاف لم يثقل جسمنا، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة أم المؤمنين والزبير رضي الله عنهم وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أي الكعبة استلمنا الحجر الأسود أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، يعني طافوا وسعوا وحللوا. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة، إذا كانت الدابة قوية يجوز ركوب ثلاثة. حدثنا معل بن أسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، أي الأولاد من أولاد بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه يعني أمامه وآخر خلفه يعني من الأولدان صلى الله عليه وسلم. باب القدوم بالغداة أي الصباح.
حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح صلى الله عليه وسلم. باب الدخول بالعشي أي نصف النهار الأخير. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، يعني لا يدخل أهله في الليل، إذا جاء من السفر بالليل لا يدخل على أهله، بل يمضي ليله في أي مكان ثم يدخل صباحا، لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أي صباحا أو عشية يعني مساء. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، إذا جئت من السفر ليل لا تأتي إلى أهلك، بل امضي ليلك في أي مكان ثم أدخل صباحا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، يعني أسرع، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد: حركها من حبها، أي من حب المدينة صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: جدرات، يعني جدرات المدينة، تابعه الحارث بن عمير. باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، إذا جئت أدخل من الباب. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، أي في الأنصار رضي الله عنه، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، إذا حجوا ورجعوا ما يدخل البيت من الباب بل من وراء. فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، ادخل بيتك من الباب. نهى الله عز وجل أن يدخل من وراء من ظهر الباب، بل من الباب الأمام. باب السفر، باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. إذا قضيت حاجتك عجل بالرجوع إلى أهلك. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، يعني بلغه أنها مريضة، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، وهي الحمرة
التي تكون عند الغروب نزل فصلى المغرب والعتمة، يعني المغرب والعشاء، يعني أخر المغرب وجمع بين المغرب والعشاء، جمع بينهما لأنه مسافر ومسرع. ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما، أي بين المغرب والعشاء، وهذا في السفر من رحمة الله تعالى. كتاب المُحصَر، أي الذي مُنع من أداء العمرة أو أداء الحج، حُصِر مُنع. وقوله تعالى: فإن أُحصِرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا مُنعت من إتمام العمرة فاذبح الهدي واحلق رأسك وارجع إلى أهلك. فإن أحصرتم أي منعتم من إتمام العمرة فما استيسر من الهدي، أي اذبح ما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال عطاء رحمه الله: الإحصار من كل شيء يحبسه، أي كل شيء يمنعه من الإتمام. قال أبو عبد الله: حصوراً لا يأتي النساء، يعني لا يجامع النساء. باب إذا أحصر المعتمر، أي منع من إتمام النسك. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة، أي في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه، قال ابن عمر: إن صددت، أي إن منعت عن البيت، صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عمرة الحديبية، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقال: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، أي منعوا من العمرة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، يعني ورجع. وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلقوا، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما، أي العمرة والحج، واحد. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، يعني قرن، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة، يعني القارن إذا دخل يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ويبقى محرم إلى يوم النحر ويطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفيه لأنه لم يتحلل. حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا، أي بهذا الحديث الذي تقدم. حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر، أي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عام الحديبية، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. لما منعه المشركون ذبح الهدي وحلق رأسه ورجع صلى الله عليه وسلم.
ثم اعتمر من العام القادم سنة 70. باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم أن يكفيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. باب النحر قبل الحلق في الحصر. إذا منعك العدو تنحر الهدي ثم تحلق رأسك. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، يعني في عمرة الحديبية. تنحر الهدي ثم تحلق رأسك وترجع. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت، أي صدونا عن العمرة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه، يعني ثم رجع واعتمر من العام القادم سنة 7. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، يعني الذي أفسد حجه متعمداً بالجماع هذا يجب عليه الحج القادم، يجب عليه أن يحج حجاً آخر. فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف لأن المشركين صدوا، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت لأن المشركين منعوا. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحداً أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم، يعني خارج حدود الحرم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة، أي في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما، قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما أي العمرة والحج إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما أي الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، يعني صار قارن. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى، يعني القارن عندما يقدم إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى محرم، ويوم النحر يطوف طاف الإفاضة فقط، والسعي الأول يكفي لأنه لم يتحلل. وأما من اعتمر من تمتع فعليه أن يطوف ويسعى يوم النحر. باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. المحرم إذا احتاج إلى حلق الشعر بسبب المرض يجوز له أن يحلق، ولكن تلزمه الفدية، والفدية على التخيير، إما أن يذبح شاة ويقسمها على الفقراء، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هذه فدية حلق الشعر لأجل المرض. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك، يعني لعلك آذاك القمل في رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة، أو انسك بشاة، يعني مخير واحدة من الثلاث إذا حلق رأسه بسبب المرض. باب قول الله تعالى: أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حدث قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، يعني يتساقط القمل، قمل كثير، فقال: يؤذيك هوامك؟ القمل يؤذيك؟ قلت: نعم. قال: فحلق رأسك. أو قال: حلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة، الفرق مكيال، أو انسك بما تيسر. باب الإطعام في الفدية: نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن أصبهاني، عن عبد الله بن معقل بغفل رضي الله، عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد أي المشقة بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. إذا احتاج المحرم أن يحلق رأسه يحلق، وعليه الفدية، مخير واحدة من الثلاث. باب النسك شاة. حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا مكيال بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله تعالى: فلا رفث، من حج البيت فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق
رجع كما ولدته أمه، الرفث الجماع ومقدماته. فالمحرم لا يجامع ولا يقبل ولا يمس أهله، والفسق المعاصي. فمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدت أمه، أي يغفر الله له ذنوبه. اللهم اغفر لنا وبلغنا حج بيتك الحرام بالصحة والعافية والمعونة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب قول الله عز وجل: ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والفسق المعاصي. كتاب جزاء الصيد. الصيد صيد البر من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يصيد أو يعين من يصيد. باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون أو أنتم في الحرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر، صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة المسافر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فصيد البر من محظورات الإحرام. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. الحلال الغير محرم إذا صاد لنفسه وأهدى للمحرم، وكان المحرم لم يعنه ولم يشر له ولم يعنه على ذلك، يجوز له أكله. أما إذا أعان الصائد فلا يجوز له أن يأكل. ولم يرى ابن عباس وأنس رضي الله عنهما بالذبح بأسا، وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يعني المحرم هو الصيد، أما الحيوان حيوان الإنسي المأكول لا بأس أن يذبح البعير أو يذبح البقرة أو يذبح الشاة أو يذبح الدجاج، هذا لا بأس، إنما المحرم الصيد. يقال عدل كذلك أي مثله، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. عدل فتح العين يعني مثل، وأما عدل فهو يعني مثله على وزنه. قياما قواما، يعدلون يجعلون عدلا. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلق أبي أبو قتادة رضي الله عنه عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدواً يغزوه، أن المشركين يريدون الحرب، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبت، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، لأن المحرم لا يعين في الصيد. فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، أي العدو يقطع بيننا، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأواً، يعني أجعله يسرع وأسير شأواً، فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل
قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتاهن، اسم بلد، اسم مكان، وهو قابل، وهو قائل السقيا، اسم مكان. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا، أي العدو يقطع بينك دونك، فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: كلوا وهم محرمون، لأن الذي صاد كان غير محرم وهم لم يعينوه، فأجاز لهم أن يأكلوا منه. وأما إذا صاد المحرم لا يجوز له، وإذا عانى أحد المحرم لا يجوز له. باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، أي تنبه الغير محرم. حدثنا سعيد بن الربيع، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدث قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، أي بمكان، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيت، فحملت عليه، أي على الحمار، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه. ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أي العدو بيننا وبينه، أرفع فرسي شاوا، يعني مرة، وأسير عليه شاوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتاهن، اسم مكان، وهو قائل السقيا، اسم مكان. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فأنظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إنا أصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون، لأن الذي صاد غير محرم وهم لم يعاونوا، وأما المحرم لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز أن يعين من يصيد. باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة، سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، اسم مكان، من المدينة على ثلاث. وحدثنا علي بن عبد الله، البخاري يروي عن شيخ آخر، وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، اسم مكان، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، يعني وقع صوته، أي صوت أبي قتادة، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته، أي الصوت، فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، مكان مرتفع، فعقرته وأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، قام به فسألته فقال: كلوه حلال. قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هاهنا. فالحلال إذا صاد ثم أهدى للمحرم، والمحرم ما أعانه بشيء، يجوز له أن يأكل. أما إذا صاد المحرم لا يحل له،
وكذلك إذا عاون لا يحل له أن يأكل. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. لا يجوز للمحرم أن يعين من يصيد. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان وابن موهب قال أخبرني عبد الله ابن أبي قتادة أن أباه أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا فخرجوا معه، فصرف طائفةً منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم. فبينما هو يسيرون فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة رضي الله عنه على الحمر فعقر منها أتانا أي أنثى، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم